وعرفان وفكر أوضح، فقه ورأي في المسائل تنجلي بضيائه حتى يبين الأرجح. فاسأل تجاب واستفت من بهداهم، تمضي القلوب فتفلح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فالسلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد. لقاؤنا اليوم لقاء مفتوح، نتناول فيه أسئلة مختلفة جاء إلينا كثير منها عن طريق موقعنا على شبكة المعلومات العالمية الفيسبوك، وكذلك موقع البرنامج. هناك أسئلة كثيرة يرغب الناس في طرحها والاتصال من أجلها، ولذلك تأتي مثل هذه الحلقات متنفسا بين مجموعة من الحلقات التي نتناول فيها قضايا الأمة ومشكلات الحياة. ضيفنا في هذا اللقاء هو سماحة الشيخ الجليل العلامة أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة. رجينا منكم أن تشاركوا عبر الأرقام التي ستظهر على الشاشة بين الحين والآخر، وقد لا أحتاج إلى التذكير بها الآن، وكذلك عبر موقعنا على شبكة المعلومات العالمية، ونحن في انتظاركم. أهلا ومرحبا بكم سماحة الشيخ. وأهلا وسهلا ومرحبا، بارك الله فيك. سماحة الشيخ، لنبدأ بهذا السؤال. الأخ أحمد المقبالي يقول: قال الله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وفي نفس السورة قال سبحانه وتعالى: لا نفرق بين أحد من رسله. كيف يمكننا أن نوفق بين الآيتين في الفهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن لرسل الله تعالى المصطفين الأخيار مقاما رفيعا يفوق مقام الناس أجمعين، فهم صفوة الله تعالى من خلقه، صنعوا على عين الله، وأعدهم الله سبحانه وتعالى لأن يكونوا حملة لأمانته ووعاء لهدايته التي أرادها لخلقه. فلذلك كان تعظيمهم جميعا واجبا على كل مسلم، كما أن الإيمان بهم جميعا من غير تفرقة بين رسول ورسول من هذه الناحية أمرا واجبا أيضا، لا يسمح منه أي أحد يريد أن يكون موصولا بحبل الله تعالى. ولذلك فرض الله تعالى علينا أن نؤمن بجميع هؤلاء الرسل، فلا يجوز أن نفرق بين رسول ورسول آخر من حيث الإيمان. علينا أن نؤمن برسالات الله تعالى جميعا، وبالرسل الذين حملوا هذه الرسالات إلى عباد الله، وألا نفرق بين رسول ورسول فنؤمن ببعض ونكفر ببعض، والعياذ بالله، كما وقع في ذلك الآخرون. فأولئك الذين فرقوا بين رسول الله تعالى وقالوا نؤمن ببعض ونكفر ببعض، كان إيمانهم بمن آمنوا به من الرسل لا يجديهم شيئا، لأن من كفر بأي رسول فقد كفر برسول الله جميعا. فمن هذه الناحية يجب علينا أن ندرك أن هؤلاء الرسل لا يفرق بينهم، وهو معنى قول المؤمنين الذين حكى الله تعالى عنهم أنهم قالوا لا نفرق بين أحد من رسله، أي لا يفرقون بين أحد من الرسل من حيث مجمل الإيمان. وهذا لا ينافي أن يكون بعضهم أفضل من بعض، فقد فضل الله بعضهم على بعض، رفع بعضهم درجات، وهو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلم الله سبحانه وتعالى موسى تكليما. وهذا يعني أنهم يتميز بعضهم على بعض بالخصائص التي جعلها الله تعالى لهم. حسبنا أن نبينا صلى الله عليه وسلم وصفه الله تعالى هذا الوصف العظيم الذي تعجز الألسنة جميعا عنه وتكل العقول عن اكتناهه، عندما قال عز من قائل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
فهذا وصف يفوق كل وصف، ولكن مع هذا لا يجوز أن نحصر الإيمان في شخصه صلى الله عليه وسلم ولا نؤمن ببقية الرسل. لو فعلنا ذلك لكنا قد كفرنا برسالته صلى الله عليه وسلم، لأن رسالته فرضت علينا أن نؤمن بالرسل جميعا. فالله تعالى يقول: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فمن هذه الناحية لا نفرق. هذا مع كون هذا الإيمان النفسي قد يختلف من حيث التفصيل، فنحن علينا أن نؤمن برسل الله تعالى جميعا من غير أن نحصيهم. لا يلزمنا أن نعرف كل رسول من هو، ما هو اسمه، ما في أي مكان كان وإلى من أرسل، لا يلزمنا ذلك، وإنما نؤمن بجميع الرسل. نعم. إلا نبينا صلى الله عليه وسلم، فعلينا عليه الصلاة والسلام أن نشخصه في الإيمان بحيث ندرك أنه محمد بن عبد الله رسول الله الذي بعثه الله تعالى إلينا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد أصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. هذا لأننا لا يمكن أن نتبعه صلى الله عليه وسلم ونحن قد تعبدنا بشريعته إلا عندما نخصصه بالإيمان. لا بد من أن نعرف هويته عليه أفضل الصلاة والسلام، بحيث لا يكون في مجمل الرسل. أما الرسل الآخرون فيكفينا أن نؤمن بهم جميعا، وعلينا بجانب ذلك أن نميز من ذكروا في وحي الله تعالى. هؤلاء الذين ذكروا في وحي الله بالنسبة إلى من قرأ القرآن الكريم وعرف معناه، فعليه أن يشخصهم في الإيمان بحيث يؤمن بنوح وهود وصالح وشعيب، ويؤمن بإبراهيم وإسحاق ويعقوب وإسماعيل، ويؤمن بموسى وعيسى، هؤلاء الذي، وكذلك بالنسبة إلى أيوب ويونس، كل الذين ذكروا، إسحاق ويعقوب ويوسف، كل هؤلاء الذين ذكروا في القرآن علينا أن نؤمن بهم جميعا، بحيث نؤمن بالتمييز ما بينهم. هذا إبراهيم وهذا إسماعيل وهذا إسحاق وهذا يعقوب وهذا يوسف وهذا موسى وهذا، لا بد من ذلك. بالنسبة إلى من قامت عليه الحجة، أما من لم تقم عليه الحجة فيكفيه أن يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم مع إيمانه بمجمل الرسل. هذا أيضا لا بد من أن نلاحظه. وكذلك بالنسبة إلى كتب الله، علينا أن نؤمن بكل ما أنزل الله تعالى من كتاب، من غير أن نفرق بين كتاب وكتاب، ولكن يكفينا هذا الإيمان المجمل. أما بالنسبة إلى القرآن فإنه لا بد أن نؤمن بالقرآن إيمانا خاصا، ذلك لأننا متعبدون باتباع القرآن، ولا يمكننا أن نعمل بمقتضيات القرآن من غير أن نشخصه في الإيمان. هذا علينا أن ندركه. وكذلك بالنسبة إلى ما قامت علينا الحجة بمعرفته من كتب الله كالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى، هذا مع أننا لا نؤمن بما يوجد الآن من التوراة المدونة والإنجيل المدون لما لحقهما من التحريف والتبديل والتغيير ووجود كثير من الضلالات فيهما كنسبة الأمور الغريبة إلى الله سبحانه وتعالى، كوصف الله تعالى بالجهل ووصفه سبحانه وتعالى بالحسد ووصفه بهذه الصفات التي لا تدل إلا على الحماقة ممن صدرت منه تعالى الله عما يقول، وإنما نؤمن بالتوراة المنزلة على عيسى عليه السلام، ونؤمن بالإنجيل
نؤمن بالتوراة المنزلة على عيسى على موسى عليه السلام وبالإنجيل المنزل على عيسى عليه السلام. وهناك يعني حوار وقع بين أحد اليهود وبين أحد المعتزلة. كان هذا اليهودي يريد أن يشكك المسلمين، فكان كلما لقي مسلما سأله: هل تؤمن بموسى؟ فيقول له: نعم. وهل تؤمن بالتوراة؟ فيقول له: نعم. فيقول: إذن نحن اتفقنا على الإيمان بموسى واتفقنا على الإيمان بالتوراة، ولكننا اختلفنا في الإيمان بالقرآن وفي الإيمان بمحمد، فهل المختلف فيه أو أفضل وأولى من المتفق عليه، أو أن المتفق عليه أولى؟ كان يحاول أن يشكك العوام من بهذا الخطاب. فجاء إلى أحد المعتزلة وطرح عليه هذا السؤال، فرد عليه: أما موسى الذي دعا إلى الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهو بنفسه كان مؤمنا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبشر به، فأنا أؤمن به. والتوراة التي جاءت مبشرة بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن وداعية إلى الإيمان بهما، فأنا أؤمن بها. أما موسى لم يدعو إلى الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، فإنني لا أصفه إلا أنه شيطان وليس هو برسول من عند الله، وكذلك التوراة الخالية من البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم وبشارة بالقرآن والدعوة إلى الإيمان بهما، لا أصفها إلا أنها من وحي الشيطان وليست من عند الله، فأنا كافر بها. الله المستعان، جزاكم الله خير سماحة الشيخ. نأخذ مكالمات مباشرة. الأخ سيف العوفي. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساكم الله خير دكتور سيف. الله يمسيك بالخير والنور، أهلا بك الأخ سيف. عساكم طيبين. سماحة الشيخ كيف حالك؟ الحمد لله حق حمدي. تفضل. بارك الله فيكم. تفضل. سؤالي الأول. نعم. انتشر في أوساط المجتمع التمييز والتفرقة إذا ما دعا الناس إلى مناسبة أو وليمة، فيدعو الطائفة الأولى من كبارات القوم والمشايخ وذوي المناصب وما علوا قبل عامة الناس، ويأتي إليها بشتى أنواع الأطعمة، وبعد ذلك تأتي الطائفة الثانية في الوقت المحدد لها من عامة الناس والفقراء وما دون ذلك، ويأتي إليها بفتات الطعام وأقل درجة. فسبحان الله، دائما ميزان البشر ظالم. سؤالي الثاني. نعم. امرأة أوصت بصيام شهر بعد وفاتها، فكيف تنفذ هذه الوصية؟ طيب، شكرا جزيلا أخ سيف، الله يبارك فيك. شكرا جزيلا. الأخت فاطمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. عندي مداخلة بخصوص موضوع، يعني تفضلي. بخصوص انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة ذهاب بعض النساء إلى المشعوذين والسحرة للعمل، لعمل يعني بعض السحر للناس، يعني فصراحة في المجتمع انتشر خصوصا يعني في بنات متعلمات مثقفات يذهبن إلى العلماء لعمل السحر، يعني أتمنى من خلال برنامجكم تسليط الضوء على هذا الموضوع. طيب إن شاء الله. شكرا. شكرا جزيلا الأخت فاطمة، الله يبارك فيك. سمحة الشيخ، يعني فيما يتعلق بالأنبياء مرة أخرى، ذكر القرآن الكريم مجموعة من القصص والمواقف عن الأنبياء عليهم السلام، ذكر مواقف عصبية لموسى عليه السلام وأخرى ليونس عليه السلام، وكذلك ذكر عن نبينا صلى الله عليه وسلم أفعالا عاتبه عليها. عندما يتناول المسلم هذه القصص أو هذه المواقف، ما هي المساحة المسموح له فيها بتحليل تلك المواقف والخروج بحكم معين؟ لا ريب أن رسل الله سبحانه هم صفوة خلقه، كما قلنا هم يمثلون يعني الكمال الإنساني، فقد استجمعوا من صفات الكمال البشري ما لم يكن موجودا في غيرهم. لذلك على المسلم أن يتأدب عندما يصف أي رسول من رسل الله تعالى. نعم، لا ريب أنهم يقعون في الخطأ، لأن حق الله تعالى أعظم من أن يتصوره البشر. حق الله تعالى حق عظيم، وهم وإن كانوا
يعني بلغوا من الكمال البشري ما بلغوه، إلا أن الكمال الإلهي كمال لا حدود له، بينما الكمال البشري هو كمال محدود. صحيح. لأنهم لم يخرجوا عن طور البشر، لم يخرجوا عن طور المخلوقية. الخالق سبحانه وتعالى كماله ليس له حدود، تعالى الله عن كل نقص، وتعالى الله عما يقول المشبهون علوا كبيرا. ومع هذا كله أيضا علينا أن ندرك أن هؤلاء الرسل هم متصفون بالصفات البشرية العامة، هم يتأثرون بالعواطف والمؤثرات النفسية، ولذلك يغضبون أحيانا، يشتد بهم الغضب، ويحزنون أحيانا، ويفرحون أحيانا. فهذه الصفات البشرية العامة موجودة فيهم، ولكن مع ذلك لا تخرج بهم هذه الصفات عن حدود المعقول، عن حدود الآداب، عن حدود الحشمة، عن حدود الوقار. إلا أن الغضب أحيانا قد يدفع الإنسان إلى أن يتخذ موقفا صارما، هذا الموقف بطبيعة الحال ربما يعاتب عليه في حين من الأحيان، وربما يلحظ الإنسان مصلحة من المصالح ويريد أن يحقق هذه المصلحة لأجل الدين، ويتجاوز عن بعض الجوانب لأجل تحقيق المصلحة. فكل ذلك مما يمكن أن يعاتب الرسول عليه من قبل الله سبحانه وتعالى. فموسى عليه السلام اشتد غضبه لأسباب، لدوافع، كان غيورا على حرمات الله، غضب حتى على أخيه هارون لما علم من بني إسرائيل ما علمه من كونهم على ما من الله سبحانه وتعالى عليهم من طريقه، بحيث أنقذهم من فرعون ورجعوا يعبدون العجل ويقولون هذا إلهكم وإله موسى. لا ريب أن هذا مما دعاه إلى الغضب، حتى أخذ برأس أخيه يجره إليه، وعاتبه أخوه عتابا لطيفا في هذا، قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. فعلى أي حال موسى عليه السلام كان حريصا على مرضات الله سبحانه وتعالى، وغيورا على حرمات الله، حتى أدى به الأمر أن يلقي الألواح بسبب انفعاله في هذا الموقف الذي دعاه إلى الغضب، وكذلك بالنسبة إلى غيره. لكن مع هذا كله علينا أن ندرك أنهم بلغوا من الكمال ما لا يمكن أن يبلغه سواهم. فنحن عندما نتحدث عنهم إنما نتحدث بأدب، هم بالنسبة إلى حق الله تعالى ربما يقال بأنهم أخطأوا، لكن نحن عندما نصفهم لا نقول هم مخطئون، وإنما نقول خالفوا ما كان أولى. نعم، جزاكم الله خير. ستكون لنا إلى هذا الموضوع عودة إن شاء الله، ولكن نطرح هذه الأسئلة أو نأخذ مكالمة. أخ زاهر النعماني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك أخ زاهر. بخير شيخنا الجليل. عفاكم الله، مساكم الله بخير. الله يمسك بالخير أخ زاهر، أهلا بك. عندي سؤال شيخنا. تفضل. هل يجوز لشركات التصميم والإنتاج الفني استخدام الأغاني الوطنية والموسيقى العسكرية في إنتاجاتها؟ علما بأن هذه الكلمات أو الألحان كلها في حب الوطن والدفاع عن الوطن. طيب، جزاكم الله خيرا. شكرا جزيلا، الله يبارك فيك. سمحت الشيخ، من ضمن أسئلة الإخوة الأخ جمال يقول: ما هو القول الراجح عندنا في من صلى ركعتي زوال الشمس والإمام قد شرع في الخطبة؟ نعم، هو إن كان دخل في المسجد في نفس الوقت فإنه يشرع له أن يصلي ركعتين، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم سليكاً لغطفاني أن يصلي ركعتين، قال له: هل ركعت ركعتين؟ قال: قم فاركعهما. فهذا يدل على مشروعية الركوع لمن دخل والإمام يخطب، ونحن نأخذ بهذا. أما إن كان قاعداً فإنه لا يقوم في ذلك الوقت في حال خطبة الإمام، لا يقوم في ذلك الوقت لأن يصلي شيئا إذا كان من أول الأمر
دخل المسجد وقعد، فلا ريب أنه لا يشرع في له في ذلك الوقت أن يصلي، لأن سبق قعوده إنما يفوته إن كان لم يركع ركعتين من قبل. أخ سالم النعماني يقول أيضا، ولا زلنا مع أسئلة الإخوة في موقع البرنامج أو صفحة البرنامج على الفيسبوك، يقول: لقد كثر من المصلين كبار السن والمعوقين على الصلاة في كراسي، ولكن أصبح هناك اختلاف كثير في وضع الكراسي في مكان صحيح، ونحن نريد منكم سماحة الشيخ أن توضحوا لنا المكان الصحيح الذي توضع فيه الكراسي أثناء صلاة الجماعة. المصلي على الكرسي إما أن يكون يصلي واقفا ثم بعد ذلك يقعد على الكرسي في حال السجود، بحيث لا يمكنه السجود على الأرض في حال السجود وفي حال القعود، وإما أن يكون من أول الأمر يصلي قاعدا. فإن كان من أول الأمر يصلي قاعدا فليكن الكرسي محاذيا للصافي حول هذا المصلي على الكرسي. وإن كان يصلي واقفا فإنه يجب عليه أن تكون قدماه محاذيتين لقدمي من يصلي خلفه، إلا إن كان الكرسي سيضايق الذي يصلي خلفه. في هذه الحالة لا حرج عليه أن يقدم الكرسي حتى لا يضايق الذي يصلي خلفه. الأخ سيف يتساءل عن عن التفرقة والتمييز في الدعوة إلى الولائم. على أي حال، هذه أمور نحن لا نستطيع أن نجزم فيها بمنع أو نجزم فيها، للناس اعتبارات، ولكن مع ذلك نقول بأن الضعيف هو أولى بأن يكرم، والفقير هو أولى بأن يحسس بأن فقره لم يبهد، هو أولى بأن يقرر. المرأة التي توصي بصيام شهر بعد وفاتها، هل يكون هناك صيام أم يتحول إلى طعام؟ أما إن كان الصيام عن واجب، يعني ماتت عليها صيام، ففي هذه الحالة ينبغي أن يصوم عنها أولياؤها أقرباؤها. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين، من مات وعليه صيام صام عنه وليه، نأخذ بهذا. أما إن كان هذا الصيام إنما هو تبرع، في هذه الحالة الأولى أن يطعم عنها عن كل يوم مسكين بدلا من الصيام. نعم. الأخت فاطمة تقول: هناك بعض النساء يلجأن إلى السحرة من أجل الحصول على أحجبة أو الحصول على شيء معين يحقق لهن مآربة في الحياة. اللجوء إلى السحرة من أجل تغيير موقف معين، ما خطورته وما حكمه؟ قضية السحر والسحرة قضية خطيرة جدا، فإن السحر يرتبط بالكفر والعياذ بالله. وهذا الذي يعني جعل علماء المسلمين يتشددون بالنسبة إلى من يتعاطى السحر، حتى قالوا بأن حقه أن يقتل من يتعاطى السحر، لأنه لابد من أن يرتبط بالكفر والعياذ بالله. هم يرتبطون بالشياطين والمردة والعياذ بالله تعالى، ولربما كان أحدهم أيضا يتقرب إلى أولئك بترك فرائض الله سبحانه وتعالى وارتكاب المحظورات فيما بينه وبين ربه سبحانه، وهذا أمر خطير. واللجوء إلى السحرة أمر فيه من الخطورة ما فيه، وكثير من هؤلاء يعني يصل بهم الأمر إلى ادعاء علم الغيب والتشويش على الناس في أفكارهم والتلبيس عليهم في أمورهم، وهذا أمر في منتهى الخطورة، لأن الغيب إنما هو لله. فالله سبحانه وتعالى يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. والله سبحانه وتعالى يقول
عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. نعم، الرسول إنما يعلم الغيب لا بطبيعته ولكن بوحي الله تعالى إليه، عندما يوحى إليه يعلم هذه الغيوب التي أوحي إليه بها وبين له علمها بطريق هذا الوحي لا بطريق الطبع. فالرسول من حيث الطبع هو كسائر البشر أيا كان من الرسل، حتى نبينا صلى الله عليه وسلم مع علو قدره وعظم شأنه الله سبحانه وتعالى خاطبه بقوله: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، كيف بهذا الساحر الدجال الضال يدعي علم الغيب وكيف يصدق؟ لذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. نعم، إنما كفر بما أنزل على محمد لأنه كفر بهذا الوحي، كفر بهذا النص. ثم مع هذا يؤمن هؤلاء الذين يتعاطون هذه الوسائل في العلاج أو في دفع الضر أو في شيء أو في شيء من هذا النوع، يؤمنون بتأثير الجن أو تأثير الشياطين. والله سبحانه وتعالى بيّن من كلام مؤمن الجن كيف قالوا في هذا: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا هؤلاء لا يزيدونهم إلا رهقا إذ لا يرفع الضراء إلا الله سبحانه وتعالى. فكل من في الكون لا يمكن أن يدفع مضرة عن أحد أو يحقق له مسرة إلا الله وحده، الله سبحانه وتعالى. بسم الله. هو القادر على دفع الضراء، ولذلك لا يجوز أن يدعى غيره، لا يجوز أن يلجأ إلى غير الله تعالى. الله سبحانه وتعالى حذر من ذلك أيما تحذير، وبين أن هؤلاء الذين يدعون غير الله إنما هم مشركون. هؤلاء اتخذوا مع الله آلهة أخرى، يدعون هذه الآلهة من دون الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يقول: قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. الله وحده خلق كل شيء وليس لأحد من خلقه سلطان على شيء إلا بحسب ما كتب الله تعالى، فهو وحده الملك القهار الذي يصرف هذه الكائنات جميعا. ويقول الله تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. ويقول: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. ويقول سبحانه وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. هؤلاء لا يملكون مثقال ذرة في هذا الكون في السماوات ولا في الأرض، كل هؤلاء لا يملكون مثقال ذرة، إنما الملك لله سبحانه وتعالى وحده، هو مالك السماوات والأرض، هو خالق السماوات والأرض، هو مدبر السماوات والأرض، هو مصرف السماوات والأرض. فما لأحد في السماوات ولا في الأرض سلطان على شيء، ولم يكن لله تعالى من هؤلاء ظهير في خلق هذه الكائنات. ويقول سبحانه وتعالى: قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. هؤلاء الذين يذهبون إلى هؤلاء ويريدون منهم
أن يحققوا لهم المنافع وأن يدفعوا عنهم المضار، إنما يبؤون بهذا الغرور الذي يوعدون به من قبل هؤلاء، وكلهم مشتركون في الظلم. ثم يقول الله تعالى على أثر ذلك: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. فالسماوات والأرض إنما يمسكهما الله تعالى عن الزوال، وعندما يقع الزوال بحكمة الله تعالى عندما يريد فناء هذا الكون ويتفكك هذا النظام وتتهاوى هذه الأجرام، لا يستطيع أي أحد أن يمسك السماوات والأرض عن الزوال. ويقول الله أيضا في هذا: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ثم يقول: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. هؤلاء الذين يدعونهم من دون الله لن يستجيبوا لهم إلى يوم القيامة، وليس ذلك فحسب، بل يوم القيامة يتبرؤون منهم ويكونون لهم أعداء، ويوم يحشر الناس يكون لهم أعداء ومن أظن ما يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة هم دعاء مغافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فعلى هؤلاء أن يدركوا أن الدعاء هو مخ العبادة، فلا يدعى غير الله. وقد علمنا الله سبحانه أن نفرده بالاستعانة كما نفرده بالعبادة في قوله: إياك نعبد وإياك نستعين. جزاكم الله خير سمحة الشيخ. نأخذ مكالمات أخرى. الأخ يعقوب الرحبي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ يعقوب، حيا الله دكتور سيف، كيف حالكم؟ أهلا بك ومرحبا. الحمد لله، نشكر الله. بأدي ببدء أحيي سماحة الشيخ وأسأل الله سبحانه وتعالى له العمر المديد والصحة والعافية وأن يجعله ذخرا للأمة. آمين رب العالمين. ثانيا، لدي سؤال وأريد من سماحته أن يوضح لي السؤال، اللي هو سؤالي حول يتعلق حول بني إسرائيل واليهود. ما هي علاقة بني إسرائيل باليهود؟ نحن دائما عندما نرى الخطاب موجه، أكثر الخطاب موجه إلى بني إسرائيل. فالله سبحانه وتعالى يقول: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. ثم يقول: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي ثم يقول: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم عن العالمين. ويقول تارة في آية أخرى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، وإلى آخر الآية. أكثر الخطاب موجه إلى بني إسرائيل، فما هي علاقة بني إسرائيل باليهود؟ ونحن نعلم بأن إسرائيل عليه السلام هو يعقوب عليه السلام، وبنو إسرائيل هم أحفاده 12 قبطة. فهل موسى عليه السلام بعث إلى بني إسرائيل أم إلى اليهود؟ وما علاقة اليهود ببني إسرائيل؟ هل هناك علاقة؟ وهل هناك يعني هل نستطيع أن نفرق ونميز بين بني إسرائيل وبين اليهود؟ السؤال نطلب من سماحته أن يوضح لنا ما هي طيب. يعني ما هو الاختلاف أو ما هو الأمر في هذه المسألة؟ جزاك الله خيرا لك يعقوب، سؤال واضح. بارك الله فيك. شكرا جزيلا لك، الله يبارك فيك. نأخذ مكالمة أخرى. من معنا الآن على الخط؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. أهلا بك الأخ سليمان. أهلا بك ومرحبا. الحمد لله، حياكم الله. الله يبارك فيك. كيف حالكم سيدي؟ الحمد لله، بارك الله فيكم. الله يبارك فيك. تفضل أخ سليمان. نعم. سؤالي في قوله تعالى على لسان نوح عليه السلام: يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، فما توجيه ذلك حيث ذكر أولا أنه يؤخركم إلى أجل مسمى ثم قال إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر؟ طيب. والسؤال أيضا، بعض الناس أخذوا يستدلون بقوله تعالى: إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فقالوا أن تقديم الأجل وتأخيره إذا وقع الأجل فلا يقدم ولا يؤخر، أما قبل أن يأتي الأجل فإنه قد يقدم وقد يؤخر. طيب، فما قول سيد الشيخ في ذلك؟ إن شاء الله الأخ سليمان. جزاك الله. شكرا جزيلا لك، الله يبارك فيك. سمحت الشيخ، هنا سؤال أيضا عن طريق الموقع. الأخت أم البراء تقول: طفلي متوفى منذ 3 أسابيع، يبلغ من العمر 2 سنة و9 أشهر، وسبب الوفاة أن جده
أبا الزوج اصطحبه معه من أجل غرض كان يريد أن يوصله أن يصال ابنته أظن لمكان قريب من المنزل. وعند عودتهم إلى المنزل نزل الجد والعمة ونسياه في السيارة. هذه الفترة كانت فترة الظهيرة توفي ابني حرا ومختنقا في السيارة. للعلم بأن ابني معتاد في وقت الظهيرة يكون مع عمته، فما الحكم الشرعي للجد والعمة؟ ونرجو منكم يا شيخ الدعاء لي بالصبر والسلوان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليها بالصبر والأجر وأن يعوضها خيرا عن طفلها. آمين. وأن يوفقها للخير وأن يوفقها لحسن الصلة بالله سبحانه وتعالى. آمين. كما نسأل الله تعالى أن يكون هذا الطفل لها فرطا وذخرة. آمين. إن الله تعالى على كل شيء قدير. آمين. على أي حال، يعني إن كان هذا إهمالا من الجد فهو في هذه الحالة يتحمل التبعة، إن كان توفي بسبب شيء من الإهمال ويتسبب له. وإن كان عن طريق الخطأ، إذا كان سبب من الجد فلا ريب أن في هذه الحالة عليه أن يكفر. إذا يجد الرقبة فليصم شهرين متتابعين، وعليه الدية، دية الخطأ، ولكن ربما هم يتسامحون معه في الدية. وإنما يبقى فيما بينه وبين الله، لا بد من أن يكفر هذه الكفارة. نسأل الله تعالى أن يوفقهم جميعا للخير. آمين. آمين. آجرك الله في مصيبتك يا أم البراء. طيب، سمحت الشيخ الأخ زاهر النعماني يقول بعض شركات الإنتاج والتصميم تستخدم في المادة الإعلامية موسيقى وأغاني وطنية وعسكرية، هل يشرع ذلك؟ أما الأناشيد التي فيها الخير وفيها إيقاظ الضمير وفيها التذكير بالله واليوم الآخر وفيها التذكير بالواجب الديني وبالواجب الوطني وبالواجب الاجتماعي وبالواجب الأخلاقي، فهذا كله مما لا يعد فيه أي بأس. نعم. هناك أسئلة عديدة، ولكن نأخذ سؤال المتصلين. الأخ يعقوب يقول: هل هناك أو ما العلاقة بين اليهود وبني إسرائيل؟ بنو إسرائيل بعث موسى عليه السلام ليخلصهم من فرعون الذي كان يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم، كان يمعن في إذلالهم. فكانت رسالة موسى عليه السلام رحمة لبني إسرائيل، أراد الله سبحانه وتعالى أن ينقذهم على يديه، وخاطب فرعون بأن يرسل معه بني إسرائيل وألا يعذبهم، وحصل الذي حصل، وأهلك الله تعالى فرعون ونجى الله تعالى بني إسرائيل، وكانت تنجيتهم بالسبب الذي هلك به فرعون، كان نفس السبب سبب هلاكا لفرعون وتنجية لبني إسرائيل. قطعوا البحر، شق لهم البحر فقطعوه بعدما ضرب موسى بعصاه في البحر، وعندما دخل فرعون وجنوده وراءهم مطاردة لهم، يعني ثابت أمواج البحر عليهم، فكان ذلك سببا للغرق. وهذه آية من آيات الله. ولكن بني إسرائيل مع هذا كله لم يشكروا هذه النعمة، فظلوا يتمردون على موسى عليه السلام. خرجوا من هذه المحنة ومن هذه المصيبة فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. غريب. نجاهم الله تعالى في ذلك، وعلموا أن هذه التنجية من الله، وإذا بهم يقولون: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فكذلك بالنسبة إلى عبادتهم الأجل وتمردهم وقولهم: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، كل ذلك. وعندما أرادهم لمقاتلة الجبارين أبوا، فظلوا في التيه 40 عاما حتى مات موسى عليه السلام، ومات هارون، مات هارون قبل ذلك، ثم مات موسى عليه السلام، حتى نشأ جيل جديد
جيل كان يحمل هذه الأمانة. ثم بعد ذلك يعني فتح الله تعالى لهم الفتوح ومن عليهم بالخير، ووجد فيهم داود وسليمان وكانا نبيين وحاكمين، ومكن لهم في الأرض وآتاهم الله تعالى من الخير ما آتاهم، إلا أنه ما كاد يموت سليمان إلا وقع الشقاق فيما بينهم، ووجد بينهم من أخذ في عبادة الأصنام وانحرفوا عن السبيل وضلوا ضلالا مبينا، وهذا الذي أدى إلى أن يسلط الله تعالى عليهم البابليين وساموهم سوء العذاب. ثم رجعوا والتأم شملهم وتآلفت قلوبهم وإذا بهم يعودون إلى غيهم، فسلط الله سبحانه وتعالى عليهم الرومان وساموهم سوء العذاب أيضا في عهد أنطونيوس والإمبراطور الروماني. كل هذا كان بسبب هذا التمرد. فإذا عندما يأتي القرآن ويشدد عليهم في الخطاب، إنما لأنهم كانوا هم أولى الناس بأن يؤمنوا من حيث إن عندهم علم الكتاب، ولكن مع ذلك كانوا سبباً للوقوف في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وتكذيبه وتحديه، وقد كذبوا الأنبياء الذين بعثوا من عنصرهم من قبل، وحاولوا قتل عيسى عليه السلام، وفعلوا ما فعلوا في الأنبياء بأنبيائهم الذين هم بعثوا من عنصرهم كقتلهم زكريا ويحيى عليهم السلام. فهذا كله من جرائمهم، ولذلك نجد أن وهم بعد سليمان عليه السلام وما وقع عندهم من الحراف عرفوا باسم اليهود. هذا هو المشهور، أو هذا هو الأصح، ما كان اسم اليهود معروفا من قبل، لكن إنما كان بعد ذلك نسبة إلى يهوذا، لأن سبط يهوذا هو الذي اتجه إلى هذا الاتجاه. فيما يتعلق بموضوع الأناشيد التي ذكرتم سماحة الشيخ، كان السؤال إذا كانت مصحوبة بموسيقى هل تعنون أنها إذا كانت حماسية وتدعو إلى هي أخف بطبيعة الحال كانت إذا كان ليس فيها شيء من الميوع أو شيء من الفساد. واحدة من الأخوات تقول زوجي يدرس في ألمانيا وسيقضي رمضان هناك إن شاء الله تعالى، أي سيصوم 21 ساعة، فالفجر عندهم يبدأ منذ منتصف الليل أو من منتصف الليل، والمغرب في الساعة 9:30، فهل هناك تخفيف من الشرع؟ تقول هكذا. كيف تخفيف؟ مع أن يصوم بعض النهار دون بعضه؟ لا، ما دام هناك ليل وهناك نهار. نعم، لو كان مثلا في أماكن مثلا في الدول الإسكندنافية التي هي شمالية بعيدة، عندما تكون لا يبقى من الليل وقت، وإنما الوقت كله نهار إلا قليلا، جزء يسير من الليل لا يكفي لشيء، في هذه الحالة نعم يمكن أن يصوم هؤلاء بحسب التوقيت. ما دام هناك ليل أعانهم الله. هو مسافر أيضا، هو يعني مسافر. سماحة الشيخ، مجموعة كبيرة من الأسئلة لا تزال تنتظر دورها. الأخ سليمان يقول في قوله تعالى على لسان نوح عليه السلام يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، ثم قال إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر. نعم، كيف التوفيق؟ نعم، أي إذا علم الله، إن كان علم الله تعالى أنكم ستتوبون وتستغفرون، فلا ريب أنه يؤخركم إلى كل أحد مكتوب عليه أن يموت في وقت معين، ولكن يعلم الله بعضهم يموتون بسبب عقوبات، يعجل الله تعالى عليهم هذه العقوبات فيقصر عمرهم ويهلكون، وبعضهم يطول العمر، لكن كل منهم يموت في أجله. فهم إن كانوا كتب الله تعالى لهم الهداية فإنهم سيموتون في أجل مسمى مؤخر، وأما بالنسبة ولكن إذا جاء وقته لا يمكن أن يتأخر ذلك الأجل. أما بالنسبة إليهم لو عصوا فإنهم
أيضا الله تعالى يكتب أن يكون هلاكهم مقدما، وقد علم أنهم يعصون أو لا يعصون، أنهم يؤمنون أو يضلون سادرين في غيرهم. بقي سؤال وبقيت له أيضا نصف دقيقة. يقول هذا السائل الأخ عاصم: أنا أبني في بيت أبي عند إخوتي، وأخذت مساحة ربع البيت طبعا بموافقة أبي، وأنا لا أريد أن أظلم إخوتي، ماذا تنصحونني أن أفعل؟ هل أنا على صواب أم يجب علي أن أدفع لهم مبلغا معينا؟ والأب يؤمر بأن يعدل بين أولاده، فإن كان يعوض الأب أولئك الأولاد فلا حرج عليه، أما إن كان لا يعوضهم فكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشهدنا على ظلم. نسأل الله العافية. أحسنتم، جزاكم الله خير سماحة الشيخ، شكرا لكم على هذا العطاء. أعزائنا الكرام، نشكر وإياكم سماحة الشيخ الجليل العلامة أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة، شكرا لكم سماحة الشيخ. ونشكركم أيضا على متابعتكم معنا طوال هذه الحلقة، وفي الحلقة القادمة بإذن الله تعالى سنتناول موضوع آخر يتم الإعلان عنه في شبكات التواصل الاجتماعي كما اعتدتم ذلك. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.